عقد رئيسان عمر البشير وعبد الفتاح السيسي اجتماعا مغلقا في شرم الشيخ قبيل جلسه المباحثات المشتركه. وقال وزير الدوله بوزاره الخارجيه اسامه فيصل في تصريحات صحفيه ان المباحثات تناولت تعزيز العلاقات الثنائيه ومسار تنفيذ الاتفاقيات التي جرى توقيعها خلال اجتماعات اللجنه الرئاسيه العليا التي عقدت بالخرطوم نهايه اكتوبر الماضي. واضاف ان اللقاء استعرض التعاون الاقتصادي خاصه في مجال الربط عبر السكك الحديديه والربط الكهربائي والتعاون في مجال الطاقه كما اوضح وزير الدوله بالخارجيه ان المباحثات تطرقت للقضايا الاقليميه والدوليه وكان الرئيس البشير وصل الى شرم الشيخ ظهر اليوم لحضور ختام المنتدى العالمي للشباب